نحن في حلب. إذن كما قلت نحن في حلب، وهذا هو المسجد الأموي على اسم المسجد الأموي الموجود في دمشق. سوف نرى كيف هو من الداخل إن شاء الله. إذن هذا مدخل المسجد. إذن هو في قمة جماله أيضا، غير أنه أصغر من المسجد الأموي الموجود في الشام أي دمشق حاليا، لكن نفس الطريقة، ساحة كبيرة ميضاء والمسجد على الجنبات. هذه ممرات فيها أبواب، ما أظن هناك 3 أبواب أو 4. هذا أحد الأبواب. إذن هذا الرواق الغربي. إذن هذا مقام نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المسجد اللي هو مسجد الأموي أو الجامع الأموي الذي يحمل اسم المسجد الموجود في دمشق، هو من تأسيس الخليفة الأموي سليمان، وهو الأخ أحد إخوة الخليفة الأموي
الوليد الذي أسس مسجد الجامع الأموي الموجود في دمشق. كانت هناك منافسة، كان يريد أن يكون هذا المسجد أجمل من المسجد الموجود في دمشق، ولا نظنه أنه قد وفق، لأن المسجد الأموي في دمشق أكبر وأجمل، والتفاصيل معمولة بدقة، ولهذا نجد الطابع الهندسي يوافق في حد ما الطابع الهندسي للمسجد هناك. قصة المسجد تعود إلى 715 حتى 717 بعد الميلاد. تعرض الكثير من الهجومات من طرف الأعداء، تم الاستيلاء على الرخام الموجود، العديد من الرخام الموجود في المسجد من طرف العباسيين. تم كذلك حرقه من طرف الشيعة، والترميم يعود إلى القرن الخامس عشر، يعني في عهد المماليك. كذلك المحراب الذي نشاهده هناك من الخشب الخالص، كذلك يعود إلى القرن الخامس عشر. تعرض كذلك هذا المسجد لهجومات البيزنطيين والمغول، والغريب في الأمر وسبحان الله فيما سأقول، فإن قبر زكريا الذي يوجد على يسار المحراب لم يتعرض لأي سوء وبقي على حالته كما هو الآن. تعرض وكذلك لترميم وتحسين، لكنه لم يصب بأذى، وكذلك المنارة الموجودة في الخارج حتى هي لم تصب بأذى ونجت من الحريق. تم ترميم المسجد في القرن الخامس عشر من طرف المماليك، وعلى رأسهم نور الدين الذي انتهى عهده بعد ذلك، وجاء عهد صلاح الدين الأيوبي الذي أصبح سلطانا على سوريا ومصر. إذا هذه ساحة المسجد، وهناك توجد المنارة التي صمدت في وجه الاعتداءات المستمرة للبيزنطة والمنغول والصليبيين. توجد هناك كذلك مدرسة علوية كانت قد هدمت من طرف الصليبيين، وبعد ذلك تم ترميمها وإعادتها إلى الخدمة من طرف المماليك على رأسهم نور الدين. للتذكير، فالحريق الذي شب في هذا المسجد وكان مفتعلا من طرف الشيعة، سببه أن الشيعة اعتدوا على هذا المسجد لكون السلطان نور الدين من السنة. وهذه أشياء لا نفهمها كوننا كلنا مسلمين والشيعة كذلك مسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جميع هذه التراميم التي تظهر وكأنها ذات عهد جديد، إذا هي تابعة للعصر المملوكي بقيادة نور الدين. إذا هذا هو الباب الرئيسي الذي يؤدي إلى مدفن زكريا عليه السلام، نبي الله زكريا.
بين هذه المدرسة الحلوية قرب الجامع الأموي، وهي أقدم مدرسة قرآنية في العالم. كما كتشاهدوا يتم ترميمها. ثم كتشوفوا الجمال ديال هذه القبه هذه وهاد الزخارف اللي كتظهر بانها قديمه جدا. كذلك هذه المدرسه هذه صبرت اعتداءات الزمن، اعتداءات المحتلين ومن بينهم الصليبيون الذين حاولوا تدميرها. ثم كتشوفوا الاماكن اللي بقات صامده. الجامع الأموي وأمام المدرسة الحلوية. عجبنا؟ وين بنتي؟ هذا منزل أحد الأشخاص عمره 300 سنة، 3 قرون. هذا اسمه كلو خان الجمرك، كبير فيه السجادات والزرابيه. بصورك عشان انت تشبه خيي. تشكيله.